الو، ايوه ازيك يا وسيم؟ الحمد لله تمام. ازيك؟ الحمد لله بخير. هتعرف بيكي ولا مش حابه تقولي الاسم؟ لا، تمارا. تمارا، اسم جميل يا تمارا. ميرسي. تمارا كام سنه؟ 29. 29 سنه. طيب مرتبطه؟ متزوجه. بقالك قد ايه متجوزه؟ 4 سنين ونص. طيب احكي لي ايه الحكايه. والله المكالمة النهاردة جت في وقتها. أنا تحت أمرك. الله يخليك. بص يا أسامة، أنا دايما يعني إيه بشتكي من جوزي إن هو مفيش كلام ما بيني وما بينه كويس. في أول الخطوبة كان هي جوزها طالونات. كان الدنيا تمام وماشية تمام وطبيعي وعمره بصراحة ما يعني حسيت منه بحاجة مش حلوة. جيت بعد الجواز الدنيا اختلفت 180 درجة. بقى حسيت ان هو دخل في مسؤولية وبيت وكده، كل حاجة معترض فيها، كل حاجة مثلا ايه انا شايف ان دي ملهاش لازمة، انا شايف ان دي مش مهمة. انت بتتكلمي على الامور المادية اللي بتطلبوها للبيت فبيأجلها، مادية ومعنوية، ومثلا ما بيقعدش زي اي زوجين نقعد نتكلم مع بعض. يعني احنا في الاول لسه صغيرين، لسه بس اسمع منه كلمه كويسه، نقعد قعده رومانسيه مع بعض. على فكره هو بيسمعك معايا. ما في، مش بلاقي منه يعني الحاجات دي دايما. عصبي كتير جدا دايما، يعني دايما بيتعصب عليا جدا. طب خليني اسالك سؤال مهم جدا. اتفضل. اموره في شغله عامله ايه؟ لا الحمد لله تمام. علشان اليومين دول مع ارتفاع الاسعار المخيف اللي احنا عايشين فيه والزنقه دي، بتسبب لكل الرجاله اللي عندهم احساس بالمسؤوليه رعب على بيتهم وعلى حياتهم. يعني الحمد لله، الحمد لله امورنا الماديه الحمد لله احسن من غيرنا كتير، يعني الحمد لله. طيب وانا مش، والله يعني مش من نوع من الستات اللي عندها متطلبات كتير، يعني مثلا ابسط اموري اقول له ايه؟ نتمشى شويه، نخرج نتمشى شويه، نعمل اي حاجه. دايما شايف ان كل حاجه ملهاش لازمه، كل حاجه في وقتها. يعني تحيط يصرف مثلا يجيب حاجه، يعني مثلا هو اوريدي معاه فلوس، يعني ما ينفعش يجيب حاجتين في شهر واحد، لازم حاجه الشهر ده وحاجه الشهر ده بعده. يمكن هو بس هو بطبعه مش بخيل. لا اوقات بصراحه لا. خلي بالك جوزك بيسمعك. ها ايوه، مش عايزين نطربق البيت النهارده وعايزين الدنيا تبقى مظبوطه. لا يعني بصراحه انا بشتكي من الحته دي. يعني احنا ربنا، يعني احنا قعدنا حوالي 4 سنين ما كانش فيه اطفال، وربنا من سنه كده اكرمنا بطفله. تمام. كان بيدقق مثلا على دكتور، انا شايف ان الدكتور ملوش لازمه. انا شايف مش عارف هي ممكن تكون عدم معرفه منه. بصي عايز اقول لك حاجه، في فرق كبير جدا ما بين بخيل وحريص. انا ساعات بحس ان هو من كتر ما هو كده ساعات بحس ان هو بخيل. يعني انا ساعات من، يعني بنتك نزلت مثلا تعبانه محتاجه تروح لدكتور، لا انا شايف ان هو ملوش لازمه. ليه يعني اوديها لي؟ انت بتحبي تكبري الامور. اقول له يا ابني الناس اي طفل لازم يروح لدكتور. لا انا مش شايف ان هي يعني. طيب بالنسبه لمتطلباتك انت، لبسك، شعرك، كل الستات ليها متطلبات. يعني اقول لك ايه، شعري والكلام ده لا، يعني ايه هو شايف ان هي مش اولويتي. انما مثلا لو مثلا محتاجه لبس قوم بيجيب لي. انما يعني ما بيحبش يصرف فلوسه في الحاجات التافهه. طيب خليني اوجه له هو الكلمه. ممكن؟ مش ليكي، ليه هو. اتمنى ان يكون هو سامعني. لا هو سامعك. طيب بص بقى يا معلم، عايز اقول لك حاجه. وجهه نظرنا احنا كرجاله في امور تختلف تماما عن وجهه نظر الست. احتياجاتنا احنا كرجاله غير احتياجات الستات. اللي انت ممكن تكون شايفه تافه بالنسبه لها هي ممكن يكون مهم جدا. اديك مثل. يعني انت مثلا ممكن تنزل تروح للحلاق كل شهر، ولو اتزنقت في وقتك في شغلك في بتاع ممكن تأجل شوية، تقول يا ده انا بقالي شهرين ما حلقتش. حلو.
ممكن تحلق دقنك النهارده، ولو بتشتغل في شغل خاص بيك او كده ما تحلقش بكره، ما تحلقش بعده، تبص في المرايه تلاقي دقنك طول بقى شكلها تقوم داخل. يعني ده احنا يا رجاله، اسحب تيشيرت على جينز على بنطلون على جزمه في رجلك ونط انزل خلص مصالحك. الستات مش كده، احنا بننظر للامور نظره عامه، هم بتوع تفاصيل. الست لما تهتم بيها هتفضل حلوة، ولما تفضل حلوة هي حلوة ليك قبل ما تبقى حلوة ليها. لو ما اهتمتش بيها حلاوتها هتقل، ولما حلاوتها هتقل انت هتزهق وهتزهد، وهي هتنكد عليك وهتلاقي حياتك كلها تسممت. فانت علشان حياتك تبقى حلوة لازم تهتم، تتعب شوية، تهتم بكلمة حلوة، تهتم بخروجة خفيفة، تهتم بلبس تجيبه لها، تهتم انها تروح تعمل شعرها عند كوافير، انها تعمل ضوافرها، تهتم. طالما ربنا رزقنا ومبارك وفي رزق اوكي، يبقى نهتم في الحدود المعقولة. ما بقولكش تبقى مبذر وترمي فلوسك في الارض، دي نقطة مهمة. النقطة بقى اللي اهم من زوجتك ضناك، ده الولد او البنت او الطفل اول ما يقول اي بنجري، ما نبقى مش عارفين نعمل ايه، لانه طفل عامل زي الوردة ما تستحملش لمسة. فدول ولادك ما ينفعش يكبروا يلاقوا بابا ضانن عليهم. حلو انك تبقى حريص، حلو انك تأمن مستقبل بيتك، حلو انك تأمن مستقبل عيالك، حلو انك تعمل حساب بكرة، وده وضع طبيعي، بس كل شيء بالاصول حلو. الكلمة الحلوة مش هتكلفك حاجة، خروجة بسيطة مش هتكلفك حاجة، الضحكة مع مراتك مش هتكلفك حاجة، القعدة قدام فيلم ونهقها ونضحك، دي حياتك اللي هتعيشها مرة واحدة. يا تاخد منها احلى ما فيها وتخرج منها فرحان، يا تعيش في نكد وغم وهم وقرف بسبب انك مكبر دماغك. هقول لك نصيحة تانية برضو علشان انا بكلمك من منطلق خبرتي ودنيتي اللي انا عشتها زمان. واحد صديقي اول ما اتجوزت قال لي بص، عايز تعيش مستريح فسي دماغك، فس خالص تعمل اللي تعمله. هو كان متجوز قبلي بسنة يمكن، فأنا تخيلت إن هو ده الصح بقى، يعني الواد قديم ومجرب. يعني بعد شهر واحد اكتشفت إنه غلطان، وإنه ما بيفهمش أي حاجة، وإن البني آدم لازم يركز في كل التفاصيل علشان حياته تستقيم وتتظبط.